أبنائي طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي، إن شاء الله تعالى بنبدأ نحل امتحانات مراجعة نهائية للترم الأول لعام 2023-2024، وهنبدأ من كتاب المعاصر. طبعا بنشتغل من كتاب المعاصر كراسة الامتحانات، ونبدأ طبعا بنموذج الوزارة. طبعا هنا لازم تكون انت حالل نماذج الوزارة دي، لازم يعني اللي معانا في تالتة اعدادي ابنائي طلبة وطالبات الصف الثالث الاعدادي لازم تحل امتحانات اللي هي من الكتاب المدرسي. نبدأ ان شاء الله عشان ما نطولش عليكم، ان شاء الله هنفتح كتاب المعاصر كراسة الامتحانات صفحة 32 ونبدأ نشتغل مع بعض. ده حل النموذج الأول من الكتاب المدرسي، بس احنا طبعا بنحله لأنه موجود في كراسة الامتحانات للمعاصر. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة. النقطة سالب 3 و4 تقع في الربع، هو عاوزك تختار الربع اللي هو بيقع فيه. نيجي نشوف لو احنا عندنا السالب 3، احنا شايفين سالب 3 و4، سالب 3 دي معناها السينات تمثل محور السينات، وال4 تمثل محور الصادات. يبقى السينات سالب والصادات موجب، يبقى اذا تقع في الربع الثاني. السؤال الثاني فقره، طبعا السؤال الاول فقره 2: الجذر التربيعي الموجب لمتوسط مربعات الانحرافات القيم عن وسطها الحسابي يسمى. انت درست في الاحصاء السنه دي، درست في الاحصاء التشتت، ومنه درست منه المدى والانحراف المعياري. يبقى اذا الجذر التربيعي طبعا ده قانون السيجما، يبقى عباره عن بيشرح لك اللي هو القانون بتاع الانحراف المعياري. يبقى نختار اجابه ج. فقره 3 بتقول: اذا كان 3 ا يساوي 4 ب، 3 ا يساوي 4 ب. خلي بالك هتجيبها ازاي، وعاوز ألف إلى باء، عايز ألف إلى باء. طالما عايز ألف إلى باء، بص هتعمل إيه؟ ألف على باء، طبعًا أنت في الوقت في مراجعة، يعني الكلام ده شرح لك وأنت كده دلوقتي في يعني يا دوبك باقي تقريبًا شهر عن الامتحانات، فلازم تكون أنت عارف الوقت بتعمل إيه. وطبعًا معنى إن أنت لازم تحل كتير عشان تتدرب على الحل. حل وتعلم، ولو انت اخطأت اتعلم من الخطأ بتاعك. طيب تعال نشوف 3 ألف يساوي 4 باء، يبقى اذا ألف على باء مرجعش فاضي. يعني ايه مرجعش فاضي؟ يبقى 4 الى 3، 4 على 3، يبقى ألف الى باء هي بتساوي 4 على 3، يعني 4 الى 3، يبقى إجابة نمرة ب. السؤال فقرة 4 بيقول: اذا كان نون س يساوي 2 ونون ص تربيع ب9، ايه نون دي؟ نون معناها عدد عناصر، عدد عندي مجموعه عدد عناصرها 2، وعندي مجموعه اخرى تسمى ص، بس لما تربع العناصر يدي 9. لما تربع يعني تضرب العدد العناصر في نفسها يدي 9، يبقى اكيد العناصر هتكون كام؟ جذر ال9، جذر ال9 3. يعني اذا عدد عناصر الص 3 وعدد عناصر الس 2، يبقى 2 في 3، يبقى هو عايز نون يعني عدد عناصر ضرب بالديكارتي س في ص، يبقى عدد العناصر هيدي عدد عناصر س في عدد عناصر ص، يبقى ال 2 في 3 يعني الإجابة هتكون نمرة أ 6. فقرة 5 بتقول: المدى لمجموعة قيم. المدى أنت عارفها ودرستها، إن المدى هو عبارة عن إيه؟ المدى بيكون عبارة عن أكبر قيمة ناقص أصغر قيمة. أكبر قيمة هنا كام؟ أكبر قيمة 9 ناقص أصغر قيمة 3، يعني 9 ناقص 3 هتكون الإجابة 6. نبقى نمرة، نختار نمرة ج. إذا كانت ص تتغير، طالما السين مكتوبة على السطر كده أنت عرفت إن ده تغير، يسمى تغير إيه؟ قول معايا التغير، لازم تكون عارف. إذا كانت ص مكتوبة بهذا الشكل يسمى هذا التغير تغير طردي، يسمى تغير طردي. إذا كانت ص تتغير طردي مع السين، يعني الكميتين دول بيزيدوا مع بعض أو بيقلوا مع بعض، يسمى تغير طردي.
وكانت الصاد بتساوي 2 لما عندما السين ب 8. فإن الصاد لو بتساوي 3، لو الصاد بتساوي 3 فإن السين بكام. عموما طالما احنا درسنا التغير الطردي والعكسي يبقى لازم تكون عارف بهذا الشكل. لو صاد تتغير طردي مع السين فاحنا بنعمل ايه؟ هتشيل علامة التغير، هتشيل علامة التغير وتعمل يساوي. هنشيل علامة التغير هذه ونعمل يساوي وتضرب في ميم. يبقى اذا صاد تساوي ميم سي. ده في حالة اما يكون هو عاوز منك العلاقة. وهي ايضا نقدر نحل بيها، ولكن للسهولة طالما هوش عايز منك العلاقة ودي مسألة اختيار، يبقى انت عايز وقت معاك تكسب وقت. يبقى في حالة ما تشوف تغير طردي يبقى على طول تعرف ان سين واحد على سين اتنين يساوي صاد واحد على صاد اتنين. وتعوض القيم اللي هو بديها لك دايما هي البسط، يبقى دي سين واحد وده صاد واحد. نشوفه عطانا بكام. عطانا الصاد باتنين والسين بتمانية، يبقى هنا سين واحد بتمانية على سين اتنين اللي هي المجهولة تساوي صاد واحد اللي هو بيكون عطالك برضو في الاول هي اتنين على صاد اتنين اللي هو عطالك في المرحلة التانية تلاتة. يبقى عطيلي سين واحد صاد واحد، سين واحد صاد واحد، وعطينا صاد اتنين وعايزين ايه؟ سين اتنين، عايزين سين اتنين. خلاص يبقى احنا هنا بنقول ان صاد اتنين اللي هو عطاها لنا بتلاتة. طبعا انت عارف دي ودارسها قبل كده، انا قلت طرفين في وسطين، دايما تعرف ان المجهول ده بيساوي ضرب اللي مش قابلها على اللي قابلها. يعني سين اتنين هتساوي تلاتة ضرب تمانية على اتنين. على الاتنين فعل واحد، على الاتنين فعل اربعة، تلاتة في اربعة يعني هيساوي اتناشر. يبقى انت جبت ايه؟ قيمة السين بتساوي اتناشر. نيجي كده خلصنا السؤال الاول، تعالى ننتقل الى السؤال الثاني. السؤال الثاني بيقول لك اذا كان حاصل الضرب الديكارتي لسين في صاد بيساوي مجموعة الازواج المرتبة اللي انت شايفها دي 2 و2 2 و5 2 و7 فاوجد كلا من عناصر صاد. عناصر صاد يعني العناصر الثانية من الزوج المرتب، يعني المسقط الثاني، يعني 2 5 7 2 5 7 الأرقام التانية اللي بعد علامة الفاصلة، يبقى 2 5 7 هي دي قيمة ص. طيب هو بقى بعد كده عايز ص ضرب س ضرب ديكارتي. يبقى أنا هكتب الوقت عناصر ص 2 5 7 والسين فين؟ السين هي العناصر الأولى، يعني واضح هنا 2 و2 2 و5 2 و7 يبقى السين ب2 والص هي العناصر التانية. يعني في الحالة ديت هنكتب له إذن السين بتساوي العنصر الوحيد اللي هو 2 والصاد عناصرها اللي هي في المسقط الثاني 2 5 7 2 و5 و7. طيب نيجي نشوف هو عاوز ايه بقى. ركز كويس قوي، شوف هو عايز ايه، صاد في سين ولا سين في صاد؟ تفرق يا استاذ؟ ايوه طبعا تفرق. لو هو قايل لك صاد في سين يبقى انت لازم تبدا بعناصر سين الاول. لو هو قايل لك صاد يبقى لازم تبدا بعناصر صاد الاول. تعال نقول احنا الوقت عايزين صاد ضرب س، هتقول لي بيساوي مجموعه كل الازواج المرتبه التي تتكون من، تاخد العنصر الاول لازم يكون من صاد، يبقى 2 و2 زوج مرتب، 2 و2 تاخد ال5 و2 5 و2 ثم 7 و2 كده انا جبت صاد في سين. لو كان هو عاوز سين في صاد هتقول 2 و2 2 و5 2 و7، لكن هو عاوز صاد الاول يبقى لازم تبدا بعناصر صاد الاول، وبالتالي تقول 2 و2 5 و2 7 و2. طيب نشوف فقره ب بتقول، فقره ب بتقول اذا كانت الف وباء وجيم ودال كميات متناسبه فاثبت هذه العلاقه. طيب انت ساعة ما تشوف كميات متناسبة بهذا الشكل يبقى هنقول كالتالي،
تعال نشوف. انا في السؤال الثاني صفحة 32، ابنائي طلبة وطلبات الصف الثالث الاعدادي. السؤال الثاني بيقول اذا كانت الف وباء وجيم ودال كميات متناسبة. لو هي كميات متناسبة على طول يبقى ألف على باء يساوي جيم على دال، ألف على باء يساوي جيم على دال. أنت حضرتك بتحط هنا مين؟ يبقى إذن الألف كل بسط هيساوي مقامه في مين؟ كل بسط هيساوي مقامه في مين؟ يعني الألف هيساوي به مين؟ والجيم هتساوي مقامها في مين؟ يعني دال مين؟ دول كميتين دول اللي انا هعوض بهم في اللي هو عايزه. هو بيقول لك ايه بقى؟ اثبت ان الف على ب ناقص الالف، تكتبها عادي، تقول له انت عايز تثبت ان الف على ب ناقص الالف يساوي جيم على دال ناقص جيم، دال ناقص جيم. تعال نشوف هنثبت دي ازاي. في المسألة اللي زي دي هتقول تبدأ تقول له الطرف الأيمن، تجيب الطرف الأيمن. الطرف الأيمن يساوي ألف على ب ناقص الألف يساوي، هتعوض بس مكان الألف، وكل ما تقابلك ألف شيلها وحط قيمتها بب ميم، وكل ما تقابلك جيم تشيلها وتحط دال ميم. فهنا الألف أهي قيمتها فوق بكام؟ أنت جبتها بب ميم، يبقى البسط بب ميم. المقام ب بنسيبها ب علشان هي معانا في المتغير. ثم بعد كده ناقص الالف تاني اللي هو زي البسط ب م. انت لاحظت ايه؟ لاحظت في البسط ب م مقام ب ناقص ب م. يبقى انت شفت هنا الب مكرره في المقام، تاخدها من المقام عامل مشترك، يبقى ب م على ب مشترك اهيت، يتبقى واحد ناقص الم. طبعا حضرتك الوقت فاهم هتقدر تختصر ده مع ده، ب هتروح مع الباء. اذا الطرف الايمن صفه معاك على واحد على ميم على واحد ناقص ميم، عملت كده نمره واحد وسيبها شويه. زي ما عملت في الطرف الايمن هناخد الطرف الايسر، الايسر ونوصله لنفس القيمه دي. طيب نقول له انت عايز ايه؟ انت عايز جيم على د ناقص الجيم يساوي الجيم، انت جايبها فوق اهيت بمفتاح الحل بتاعك د ميم، هنشيل الجيم ونعوض عنها بدال ميم، مقام دال بتفضل زي ما هي، هنشيل الجيم ايضا ونحط دال ميم. نفس الكلام انت شفت دال مكرره في المقام هتاخدها عامل مشترك، يتبقى في البسط دال ميم على دال عامل مشترك يتبقى واحد. العامل المشترك كانك بتقسم عليه، دال على دال يبقى فعل واحد ناقص دال ميم على دال، الدال هتروح مع الدال يتبقى الميم. زي ما انت ملاحظ ايضا ان طالما في رقم بسط مشابه لرقم مقام يبقى الدال هتروح مع الدال، يتبقى هنا ايه؟ ميم على واحد ناقص ميم. اعملها المعادلة رقم اتنين. بص الواحد واتنين ده دايما لازم يكونوا شبه بعض، لازم لازم. انت اختصرت دي ووصلتها الى ميم على واحد ناقص ميم، هنا ايضا ميم على واحد ناقص ميم، يبقى نقول له اذا من واحد واثنين اذا الطرفان متساويان، اذا من واحد واثنين اذا الطرفان متساويان. مسألة مضمونة مفيش فيها أي مشكلة، مسألة مضمونة مفيش فيها أي مشكلة نهائي. طيب تعالى نشوف كده السؤال الثاني. تعالى نشوف السؤال الثالث بيقول لي إيه؟ السؤال الثالث بيقول لي إذا كانت س عناصرها 2 و3 و5 والصاد عناصرها 4 و6 و8 و10، أنا في صفحة 32 الصف الثالث الإعدادي. يبقى أنا عندي مجموعة الس ومجموعة الصاد عناصرها أهوت، فبيقول لك إن عندك علاقة بين الس والصاد تعني إن ألف على علاقة بباء. لازم تفسير العلاقة دي مهم بالنسبة لك جدا. معناه إن 2 ألف يساوي باء، معناه الألف دايما عنصر موجود في السين والباء عنصر موجود في الصاد،
يبقى انت هتاخد كل عنصر من عناصر السين طبقا للقاعدة اللي هو بيديها لك دي لابد منها. بيقول لك كل عنصر من سين اضربه في اتنين وشوف صورته بقى موجودة هنا ولا لا. يعني همسك الاتنين دي اضربها في اتنين، اتنين في اتنين باربعة، هل الاربعة موجودة في السطر؟ اه موجودة اهي، يبقى ينفع نكتب زوج مرتب اتنين واربعة. ناخد عنصر التاني تلاتة اضربها في اتنين ستة، هل الستة هنا؟ اه موجودة، يبقى نقول تلاتة وستة. خمسة اضربها في اتنين عشرة، هل العشرة هنا؟ اه تمام. يبقى اذا في الحالة دي تعالى نشوف بيان العلاقة هتساوي ايه. تعالى نشوف بيان العلاقة هتساوي ايه معانا. طيب تعالى نشوف بيان العلاقة، وسع مكان كده. بيقول لي إذا كانت عناصر السين بتساوي 2 و 3 و 5 وكانت عناصر الصاد بتساوي 4 و 6 و 8 و 10 وكانت العلاقة اللي احنا هنشتغل عليها ان كل عنصر من سين تضربه في 2 لازم يكون موجود في صاد. ده العلاقة دي المهمة عندي اللي انا بشتغل عليها، هي دي. زي ما احنا قلنا لازم نمسك عنصر عنصر مين؟ من سين. اتنين يبقى نقول له بيان العلاقة عين تساوي، نفتح مجموعة ونقول له أزواج مرتبة اتنين طبقا للقاعدة، اتنين هي الألف دي باتنين اضربها في اتنين باربعة، هل الأربعة موجودة في السطر؟ اه يبقى تنفع اتنين واربعة. لازم تاخد كل عناصر سين كلها، يبقى 2 اضربها في 2 يبقى 2 و4. خد ال 3 اضربها في 2 ب 6، هل ال 6 موجوده؟ تنفع، يبقى تقول تكتب 3 و6. خد ال 5 اضربها في 2 ب 10، ال 10 موجوده؟ اه تنفع، يبقى 5 و10. وتقفل علامه المجموعه. يبقى دي تسمى بيان العلاقه. جه بعد كده انت كده خلصتها، اكتب بيان العلاقه عين ومثلها بمخطط سهم. عشان امثلها بمخطط سهمي مفيش اسهل من كده، هتعمل مستطيل بهذا الشكل وانت دارس الكلام ده، انا بحل معاك في المراجعه. يبقى دي السين ودي الصاد. نفرغ عناصر السين هنا اللي هي 2 3 5، نفرغ عناصر الصاد هنا اللي هي 4 و6 و8 و10. ولاحظ حاجه ان انا كتبت عناصر سين ناحيه اليمين وعناصر صاد ناحيه اليسار، وسبت هنا كده، سيبت هنا فراغ علشان لما تيجي تعمل الاسهم ما تلخبطش معاك الايه الارقام. طبقا لهذه العلاقه والبيان العلاقه، 2 اضربها في 2 يبقى 2 و4، 3 اضربها في 2 يبقى 6، 5 اضربها في 2 يبقى 10. الرسمه اللي قدامي دي تسمى المخطط السهمي. طيب هيجي يقول لك هل هي داله ولا مش داله؟ طبعا السؤال اكيد لازم يساله لك او بين انها تكون داله. خلاص طبقا لهذا بيان العلاقه تقول نعم داله، لان هتكتب هنا ايه؟ تكتب لان كل عنصر من عناصر س، كل عنصر من عناصر س ظهر مره واحده فقط كمسقط اول في زوج مرتب. ده لو انت هتقولها من الازواج المرتبه. اما لو انت هتقولها من الرسم اللي هو المخطط السهمي تقول لان كل عنصر من عناصر س خرج منه سهم واحد فقط. كل عنصر من عناصر س خرج منه سهم واحد فقط. وبكده يبقى انت جاوبت على الجزئيه دي. نشوف السؤال الثالث. ب بيقول لي انا في صفحه 32 كتاب المعاصر. السؤال الثالث، خلصنا كده السؤال الثالث فقره الف. تعال نشوف فقره ب بتقول اوجد العدد الذي اذا اضيف الى حدي النسبه 7 على 11 فانها تصبح 2 الى 3. يعني انا عندي نسبه اصلا 7 على 11 هضيف لها الى حدي النسبه للبسط وللمقام هتصبح نسبة جديدة اسمها 2 على 3. لما اجيب لك مسألة زي دي، لما اجيب لك مسألة زي دي عادي جدا. هتقول نفرض أن العدد، أو نفرض أن العدد يساوي س،
العدد اللي احنا عايزينه يساوي س، وبناء عليه النسبة اللي هو عطاني بيقول لك 7 على 11 دي نسبة يساوي نسبة جديدة هتظهر معايا اسمها 2 على 3. شوف ده المعطى اللي هو عطاه، بس انا كتبت بطريقة تكون انت فاهم انت بتعمل ايه. انا كتبت شرط كسر بهذا الشكل، كتبت ده 7 وهنا 11 وسايب فراغ هنا اهو، سايب فراغ. هذا الفراغ عشان هضيف فيه العدد الذي اذا اضيف الى حدي النسبة، يعني هنا س هضيفها على البسط واضيفها على المقام. خلاص بقت سهلة قدامك، كل المطلوب منك تجيب كلمة ايه؟ قيمة س. انت واخد يعني ايه طرفين في وسطين، دارسها في ابتدائي. طرفين في وسطين، غالبا كل الطلبة بتجي تيجي تضرب التلاتة في البسط بتضربها في السبعة وتنسى السين، او الاثنين لما تضربها في المقام بتضربها في الحداشر وتنسى تضربها فين؟ في السين. لا كده ما ينفعش، لازم التلاتة تتضرب في كل البسط بالكامل. تلاتة في سبعة نقول 21 زائد التلاتة في سين تبقى تلاتة سين يساوي الاثنين في 11 هضرب طرفين وسطين، 2 في 11 ب 22 زائد الاثنين في س ب 2 س ب 2 س. تعالى بقى جمع لي السينات مع بعضها والصادات مع بعضها. تعالى نشوف هنا 3 س هنشيل معاها 2 س، هتروح هناك تطرح من 3 س يتبقى س في الطرف الايمن. تعالى ال 21 هتروح جهه اليسار من الطرح من 22 يتبقى 1، يبقى اذا العدد اللي بندور عليه هو الواحد. طب تعالى اتاكد، هل السبعة لما تجمع عليها واحد هتبقى كام؟ 8. ال11 لما تجمع عليها واحد تبقى كام؟ 12. اختصرها كده تقبل تقبل الاسم على الكام؟ ال8 و12 على الأربعة، فال2 على الأربعة فال3، يبقى فعلا النسبة اللي هتتبقى 2 على 3 زي ما هو قال لك في المسألة فوق. كده انا عاوزك تحل ابناء الطلبة والطالبات زي ما انا بحل كده، تكون فاهم. حل واغلط وتعلم، حل واغلط وتعلم، مفيش فيها اي مشكله ولا حد يقدر يلومك. ده كده خلصنا السؤال الاول والثاني والثالث. تعال نشوف السؤال الرابع. السؤال الرابع بيقول لي اذا كانت س بتساوي مجموعه العناصر 1 و3 و5 وكانت عين هي دل، خلي بالك من كلمه دل، هو قال دل يعني معنى كده ان هو قال لي دله ان كل عنصر هنا من س هيظهر مره واحده بس في زوج مرتب مره واحده، وقال لك وكان بيان العلاقه عين هو الف وثلاثه وب وواحد وواحد وخمسه. يعني معنى كده ايه؟ معنى كده ثواني نظبط بس حاجه. طيب تعالى بقى هنا نشوف، اوجد المدى. المدى معناه هي عناصر صاد اللي هي ظهرت في الزوج المرتب، يعني الاعداد اللي هي بعد الفصل، الاعداد اللي بعد الكومة. يعني اذا المدى هيكون 3 و1 و5، المدى هيكون 3 و1 و5، تعمل علامة المجموعة وتكتب وكام 3. تعالى ما نشوف اهو، نقول لك المدى هيساوي مجموعة، لازم تعمل عناصر المجموعة وتقول تاخد العناصر اللي بعد الفصلة اللي هي عناصر صاد اللي هي يعني لو انت ممثلة بمخطط سهم هيكون هي اللي راح لها الأسهم، يعني نقول 3 وواحد وخمسة، 3 وواحد وخمسة ده يسمى المدى. طيب المطلوب الثاني بيقول لك اوجد القيمه العدديه لمجموع ا زائد ب. لما تيجي تشوف ا زائد ب عشان تكون دي داله، هذه العلاقه عشان تكون داله، يبقى لازم كل عنصر من عناصر س يكون ظهر مره واحده. تعال نشوف ا و3، الالف هنا طب ماشي، ب وواحد، الب هنا لا، يبقى الالف والباء دي عناصر داخل السين، ركز عناصر داخل السين، يعني قد تكون الالف واحد والباء اتنين او العكس. طب هنا جايب لي ايه؟ واحد وخمسه، اه
هنا حجز الواحد خلاص كزوج مرتب. مسقط اول في زوج مرتب. يبقى الواحد يستثنى خلاص. لان الواحد ظهر مرة. يبقى باقي مين؟ التلاتة والخمسة. يبقى الالف ممكن تكون تلاتة والب خمس او العكس. الالف بخمسة والب بتلاتة. في جميع الاحوال هو عايز مجموعهم. سواء كانت تلاتة زائد خمسة او خمسة زائد تلاتة يبقى الناتج بتاعهم هيكون تمانية. يبقى الناتج 3 زائد 5 هيكون 8. تعال نشوف الفقرة الباء. الفقرة باء جايبها لي. لما يكون جايبها لك بهذا الشكل تقرأ ازاي؟ تقرأ وتقول لي صاد تتغير عكسي مع السين. وكانت الصاد بتساوي 3 عندما السين ب2. فأوجد هنا العلاقة. لما قال لك العلاقة يبقى زمان كنت جبت لك الوقت في فقرة كانت قابلتنا. ساعة ما تقول لي صاد تتغير عكسي مع السين يبقى السين في المقام. قلت لك هنعمل فيها ايه؟ قلت لك احنا هنشيل علامة التغير دي ونحط يساوي مين. حاجات ثابتة في الرياضيات. طبعا عشان سين في المقام يبقى الميمة اللي هتتحط تبقى في البسط. يبقى اذا هذه هي العلاقة اللي هو عاوزها. هذه هي العلاقة اللي هو عايزها. صاد تساوي ميم على سين. ولكن لسه ناقصة حاجة. ناقصة ان انت هو ما بحبش ان انت تجيبها له وتسيبها له كميم. يبقى انت لازم تشوف قيمة الميم دي بكام. قالك الصاد بتساوي 2 لما السين بتساوي صاد بتلاتة لما السين باتنين. هتعوض في هذه العلاقة. بيقول لك شيل كل صاد تقابلك حط تلاتة وعوض كل سين تقابلك وعوض 2. يبقى في الحالة دي يتعوض فيها هذه العلاقة اللي هو عاوزها دي. يبقى اذا 3 تساوي ميم على 2. عوضت مكان الصاد بتلاتة زي ما هو قايل ومكان السين باتنين. ساعة ما تشوف دي على طول طرفين وسطين انت هتطلع اذا الميم بتساوي ضرب 2 في 3 يعني 6. فوق معايا كده الوقت. يبقى انت جبت الميم بستة. تاخد الستة دي تحطها مكان اللي قلت لك علامة بحبش فيها الميم. تقول له اذا العلاقة اللي بينت عاوزها ان هي الصاد تساوي ما تقولش ميم بقى تاني. تشيل الميم وتحط قيمتها اللي هي الستة على السين. يبقى هي دي العلاقة اللي عليها الدرجة. تمام؟ تعالى نشوف المطلوب اللي بعد كده. اتنين بيقول لي اوجد قيمة صاد لما او عندما السين بواحد ونص. من هذه العلاقة بيقول لك الصاد دي تبقى بكام لو السين بواحد ونص. عوض الصاد بكام يعني صاد يساوي ستة. شيل السين وحط مكانها واحد ونص. ستة على واحد ونص يعني ستة جنيه على ايه؟ ستة فيها كام؟ واحد ونص جنيه يعني او ستة وبقى لها حسبة. المهم ستة على واحد ونص يعني النتيجة كام؟ اربعة. ويبقى انت كده حليت تمام التمام. عايز تعملها بقى لها حسبة طبعا. سنة طبعا عايزك تجتهد بعقلك تحل بعقلك. لا ما بعتمدش على الآلة الحاسبة إلا في القليل القليل. تعالى نشوف آخر سؤال بيقول لي. السؤال خمسة بيقول لي مثل بيانية المنحنى الدالة دال سين تساوي دال سين بتساوي سين ناقص اتنين. سين ناقص اتنين. ثواني بس كده أشوفها هي اتنين ولا تلاتة. سين ناقص تلاتة. سين ناقص تلاتة تربيع. كل تربيع يسمد ايه؟ متخذا سين تنتمي للفترة صفر وستة. ومن الرسم استنتج نقطة الرأس. ثلاث حاجات دايما هو يطلبهم منك. عايز نقطة الرأس. عايز قيمة صغرى او عظمى. وعايز معادلة محور التماسك. طبعا حضرتك انت لازم تتدرب على دي لان كنا الاول بنعوض ونطلع الجدول اللي هنقدر نرسم بيه. ولكن انا عاوزك تتعلم ازاي تدخل دي بالآلة الحاسبة طبعا وانتوا اساتذة دلوقتي. طبعا انت هتضغط مود وبعد كده تجيب تيبل وبعد كده هيجيب لك كابيتال اف اوف اكس. ده في الآلة الحاسبة. انت تتدرب ان انت عايز تكتب دي فتفتح الآلة الحاسبة بتجيب لك كده اوتوماتيك اف اوف اكس كده. تفتح القوس تكتب شبهها بالظبط بالظبط. انت عايز تكتب سين دي في الآلة الحاسبة هتعمل الفا والقوس اللي هو بيبقى شكله كده. يبقى هتكتب لك اكس ناقص 3 وتقفل القوس
وتعمل التربيع وتكون متأكد ان انت كاتب صح الصح. اي خطأ في ادخال معلومة للآلة الحاسبة هتطلع لك النتيجة خطأ. وبعد ما تكتبها تقوم ضغط يساوي. بعد ما تضغط يساوي هيقول لك كلمة start، يعني ابدأ. هتبدأ من كام انت هنا؟ وقايل لك هتبدأ من صفر، يبقى تكتب له صفر يساوي تاني. هيقوم الآلة الحاسبة يطلع لك كلمة إن، هتنهي فين؟ عند الستة. هو جايب لك صفر وستة. أنا براجع معاك الكلام ده، أنت حليت معاه كتير، أنت حليت كتير وعارف إحنا بنعمل إيه. ستة يساوي، هيجيب لك كلمة ستيب، سيبها دايما على واحد عشان بقول لك إن أنا هزود الأرقام وأخايد. لو عاوزها اتنين اعمل براحتك، اتنين براحتك مفيش فيها أي مشكلة. واعمل يساوي، قوم تقومي على طول الآلة الحاسبة جايبالك جدول في كده، شكله هيكون كده. بيكون هنا أرقام الإكس اللي هي بتكون مدرجة 0 1 2 3 4 5 لحد 6، وهنا كابيتال اف اوف اكس اللي هي النواتج بعد ما الآلة الحاسبة ايه عوضت. وتبدأ أنت ترسم الرسمة وأنت متدرب عليها. تعالى بقى علشان انا احلها بالتعويض ونشوف هنحلها ازاي بالتعويض. انا هحلها لك انا بالتعويض، انت هتعملها بالآلة الحاسبة. يبقى عندي هنا دالة السين بتساوي سين ناقص 3 كل تربيع متخذا من 0 الى 6. انا هحلها لك بالتعويض بسرعة. قوم عامل جدول بهذا الشكل، دي عناصر السين اللي هو جايبها، دي قيمة الدالة سين اللي انا هعوض فيها اللي هي سين تربيع سين ناقص 3 في كل تربيع، وهنا النتيجة النهائية اللي انا بدور عليها اللي هي دالة السين يعني صورة السين. انا برضو بأكد عليك ان انا الوقت براجع معاك الكلام ده انت واخده، فانا عايز يكون تفكيرك زي تفكيري كده بالظبط. عناصر سين فرغها كده، عناصر السين، عناصر السين قدامك اهي. يبقى نقول هنا 0 1 2 3 4 5 6. انا كده طبعا الآلة الحاسبة هتعملها لك، ولكن انا بعلمك دلوقتي ازاي انت تقدر تعملها بالشكل اللي انا بعمله ده. تمام، تعالى ثانية واحدة. إذا الوقت هنبدأ نعوض كل سين، نشيلها ونحط مرة صفر، مرة واحد، مرة اتنين، مرة تلاتة، مرة اربعة، مرة خمسة، مرة ستة. نعوض فين؟ نعوض في الدالة اللي هو جايبهاني دي. يعني معناها ايه؟ يعني معناها صفر ناقص تلاتة كل تربيع. هنا صفر ناقص 3 يعني ناقص 3 تربيع، يعني كده كده الإشارة هتتربع، يعني هتبقى الناتج 9. سالب 3 في سالب 3 ب 9. هنقول 1 ناقص 3 الكل تربيع، 1 ناقص 3 يعني سالب 2 تربيع هتتربع ب 4. نقول 2 ناقص 3 الكل تربيع، 2 ناقص 3 في سالب 1 تربيع ب 1. ثم هنقول بعد كده 3 ناقص 3 تربيع، 3 ناقص 3 في صفر تربيع يعني صفر. ثم بعد كده 4 بعوض في اللي هو جايبها لك في الدالة. نقول 4 ناقص 3، طبعا الآلة الحاسبة هتطلع لك الكلام ده على طول، بس انت لو ما بتعرفش تستخدم الآلة الحاسبة لازم تعمل الجدول بالمنظر اللي انا بعمله ده وبالشكل اللي انا بعمله ده. يبقى 4 ناقص 3 بواحد تربيع بواحد، 5 ناقص 3 باتنين تربيع باربعة، 6 ناقص 3 ب 3 تربيع يعني 9. كده انا عملت لك الجدول اهو تمام التمام. اصبح لاحظ حاجه في الجدول، لاحظ ان عندك هنا ثلاث اعداد شبه بعض وهنا ثلاث اعداد شبه بعض بالمنظر اللي انت شايفه. اذا النقطه الوسطى دي هي نقطه راس المنحنى اللي بيتدور عندها المنحنى. طيب بعد كده يبقى انت محتاج ترسم. بعد كده هترسم المحاور. هنعمل أداء المحاور بهذا الشكل. يبقى أظبطها لك بس على الكاميرا. أداء المحاور طبعا
هتكتب 1 2 3 4 5 6 7 8 9 تمام. يبقى 1 2 3 4 5 6 7 8 9 وهنا هنعمل 1 2 3 4 5 6. تعالى هنرسم ونشوف النتيجة هتبقى ايه. طبعا هو قايل لي فوق هنا 0 و 6 0 سينات 0 و 9 0 و 9. يبقى انت تكون واقف عند الصفر وتطلع فوق عند التسعة، يبقى تعمل نقطة ودايرة. بعد كده 1 و 4 1 و 4 تمشي على الأفق 1 وتطلع قبل ال 4 بهذا الشكل نقطة ودايرة. ثم النقطة اللي بعدها 2 و 1 ال 2 قبل ال 1 بهذا الشكل. بعد كده 3 و 0 اللي أنا بقول لك هي دي نقطة الرأس اللي هيبدأ اتجاه المنحنى يتغير الوقت. تعال نشوف النقطة اللي بعدها 4 و 1 4 نطلع ثاني قبل ال 1. بعد كده نشوف النقطة 5 و 4 امشي 5 أفقي واطلع 4. ثم بعد كده 6 و 9 تمشي على الأفق الأول 6 وتطلع فوق 9 تبقى قبل النقطة الثانية. وتوصل بإيدك، ممنوع توصل بالمسطرة، توصل بإيدك. هتعمل هنا عند الدوران ده كده مثلا الأول بهذا الشكل وتبدأ ترسم بإيدك 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 وخدها مرة واحدة بهذا الشكل. لو النقطة جت كده كده ما تشغلش دماغك بهذا الشكل. كده أنا رسمت المنحنى، كده أنا رسمت المنحنى، كده أنا رسمت المنحنى. ولا ما تخطيش الخط ده، ما تخطيش هنا الصفر، ما تجيش ناحية اليسار لأن هو محدد لك، قايل لك من صفر لستة بس. يبقى رسمتك هتكون في الحيز من صفر من صفر لستة، من صفر آخرك لحد الستة. طيب هو عاوز إيه؟ دايما يطلب منك هنا ثلاث حاجات. أول حاجة نقطة الرأس. نقطة الرأس هي النقطة اللي بتدور عندها المنحنى وغير اتجاهه، اللي هي هتكون مشيت كام أرض وطلعت فوق. أنا مشيت أرض ثلاثة بس ما طلعتش يعني ثلاثة وصفر، اللي هي قلت لك عليها النقطة اللي بتيجي هي بتتوسط القيم بالمنظر ده ثلاثة وإيه وصفر، تسمى رأس المنحنى. نقطة الرأس هتكون ثلاثة وصفر. بيطلب منك بعد كده معادلة محور التماثل، معادلة محور التماثل. وانت عارف قبل كده قلنا لساعة ما تسمع كلمة محور التماثل دي على طول يجي في ذهنك سين تساوي، على طول تقول سين تساوي وتاخد الرقم الأولاني في نقطة الرأس، يبقى تقول لي سين تساوي 3. وسين تساوي 3 معناها ان هو معادلة خط مستقيم بيتوسط وبقسم الرسمة نصين متطابقين بالظبط بهذا الشكل. طيب ده معادلة خط مستقيم اللي هو معادلة محور التماثل. طيب بعد كده عايز القيمة ايه؟ في عظمى وصغرى. نشوف هو عايز عظمى ولا صغرى، والقيمة الصغرى. يعني القيمة الصغرى يعني أسفل نقطة وصلها المنحنى لتحت. ما تقوليش التلاتة، التلاتة على السينات، لا أنا عايز صورتها، أنا عايز صورتها. يبقى كانت تلاتة وكام؟ اللي هي تعتبر النقطة الثانية. يعني نقطة الرأس اللي حضرتك جبتها دي تلاتة وصفر، بيكون فيها كل التلات إجابات على المسألة. نقطة الرأس هي تلاتة وصفر، معادلة محور التماثل هي سين تساوي الرقم الأولاني بتاع السينات، سين تساوي تلاتة، والقيمة الصغرى تساوي الإحداث الصادي اللي هو يساوي صفر. ده القيمة الصغرى. كده أسهل طريقة لرسم منحنى من الدرجة الثانية. طبعا أنت لو متدرب عليها بالآلة الحاسبة خلاص اعملها بالآلة الحاسبة. كده خلصنا السؤال 5 ألف. يتبقى اللي هو بتاع احسب الوسط الحسابي بتاع الانحراف المعياري. السؤال 5 النموذج الأول صفحة 33 الآن صف الثالث الإعدادي. بيقول لك احسب الوسط الحسابي والانحراف المعياري لمجموعة قيم عطاني 8 زائد و9 و7 و6 و5.
هنا دي تسمى بيانات مفردة وليست مجدولة، علشان بيكون لو هو جابها لك كده يبقى بيحبك، لأنه يريحك من جدول كبير وحسابات كبيرة. طبعا انت الوقت شغال برضو هذه المسألة بايضا بالآلة الحاسبة. طب هو طلب مني الوسط الحسابي، اقول له سين شرطة او سين بار او المتوسط الحسابي بيساوي مجموع القيم على عددهم. الوسط الحسابي بيساوي مجموع القيم على عددهم. يعني ايه مجموع القيم؟ تمسك الآلة الحاسبة تجمع 8 زائد 9 زائد 7 زائد 6 زائد 5 على عددهم كم واحد؟ عدهم 1 2 3 4 5. تمام؟ تعال نقول 8 زائد 9 زائد 7 زائد 6 زائد 5، بجمع القيم واقسم على عددهم. طبعا انت معاك آلة حاسبة، بس انا هجمعها كده من غير آلة حاسبة. 8 و9 ادي 17 و7 يبقى 3 24 كده يبقى 30 35. يبقى اذا 35 على 5. انت هتجمعهم انت بآلة حاسبة، 35 على 5 يعني يساوي 7. تمام؟ 8 و9 تاني 17، 17 و7 يبقى 24، 24 و6 30، 30 و5 35 على 5 يعني بيساوي 7. ده ايه؟ ده المتوسط الحسابي اللي هي س شرط. عايزين بقى الانحراف المعياري، حضرتك لازم تكون حافظ ان السيجما هي عبارة عن جذر تربيع على طول. اول ما تسمع كلمة انحراف معياري يبقى جذر تربيع على طول. بسط ومقام، مجموع سين ناقص سين شرطة اللي انت جبتها دي بسبعة، كل تربيع على نون. لازم القانون ده تحفظه، لازم، لان ده القانون اللي انت هتعوض به. محتاج ايه في هذا القانون؟ محتاج سين، سين عضالي، سين شرطة جبتها بسبعة، وبعدين نربع ونقسم. طبعا يبقى احنا مضطرين نعمل جدول بهذا الشكل. هنعمل جدول في قيم السين وجدول وعمود، في عمود للسين القيم اللي هو جابها لي اللي هي كانت 8 9 7 6 5. هنفرغها هنا دلوقتي ونشوف. وبس انا بعرفك انت هتعمل ايه الجدول ده نتيجة القانون. محتاجين السين، محتاجين سين شرطة، محتاجين طرحهم، عمود لطرحهم، محتاجين بعد ما نطرحهم نربعهم. يبقى هنا س ناقص س شرطة كل تربيع. تعال نفرغ البيانات ونشوف. هو جايب لي 8 و9 و7 و6 و5. س بار او س شرطة دي اللي احنا جبناها من المتوسط الحسابي اللي هو كان مجموع القيم على عددها اللي هي السبعة. فانت تاخد السبعة تكتبها قبل القيم دي كلها 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 بهذا الشكل. مطلوب ايه؟ مطلوب طرحهم. 8 ناقص 7، 8 ناقص 7 يعني 1، 9 ناقص 7 2، 7 ناقص 7 يعني 0، 6 ناقص 7 يعني سالب 1، 5 ناقص 7 يعني سالب 2. بعد ما انت طرحتهم مطلوب تربعهم، يعني تضرب كل العمود ده في نفسه. الواحد تضربه في نفسه، 1 في 1 ب 1، 2 في 2 ب 4، 0 في 0 ب 0، سالب 1 في سالب 1 ب 1، سالب 2 في سالب 2 بكام؟ بموجب 4. كل الموضوع عشان نوصل لمجموع القيم دي 1 و4 5 و1 و4 5 10. يعني اذا المجموع ده عاوز تعمله بآلة حاسبة، بس طبعا ارقام صغيرة مش مستاهلة آلة حاسبة. يبقى انا كل ده عشان اجيب العشرة دي، عشان هي اللي هتكون البسط بتاع الايه؟ الانحراف المعياري. خلاص تقول له اذا السيجما بتساوي جذر تربيعي شرطة كسر كل التجميعة وكل الشغل بتاع الجدول ده عشان احصل على العشرة دي اللي هي هتبقى البسط، على عدد القيم نون، عشرة على الخمسة فال اتنين يعني جذر اتنين. اذا الانحراف المعياري قيمته هتطلع بجذر 2. وبكده يا ابناء الطلبه والطالبات انا عايزك تحل بالطريقه اللي انا بحلها دي، تكون فاهم رياضيات، راجع شوف الفيديو، حل الاختبار تاني، حل النموذج ده تاني. ده النموذج الاول من امتحان الكتاب المدرسي، موجود فين؟ طبعا موجود في كراسه الامتحانات بتاع كتاب المعاصر صفحه 32 و33. اسمع الفيديو
وبعد ما تخلص الفيديو وقفه وحل تاني. امسك القلم بايدك، بدون ما انت ماسك القلم وتحل وتغلط مش هتتعلم. ابنائي الطلبه وطلبات، نتمنى لكم ان شاء الله التوفيق، ونحاول نكمل بقيه النموذج الثاني ان شاء الله المره الجايه، نعيشنا ان شاء الله ثم نحل المحافظات. شكرا لكم ونتمنى لكم التوفيق، وكان معكم صالح للرياضيات.